الرايت البيضاء. ايضا اندفاع موفقة سيداتي انستي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف لسابع اشواط هذا الامسية. الافراس تتكافؤ من 69 وحتى 85 تتنافس هذه الاسماء على مسافة ال 2000 متر، مسافة الميل وربع الميل، مسافة ال 10 فورلونج عمر الاربع سنوات فاكثر. وقيمة الجائزة 135,000 ريال. بدأ الشوط سريعا ب 16 ثانية و40 جزء من الثانية. انطلاقة متوسطة السرعة تبدأهم كالعادة ثقتي التي تود أن تسرع الشوط ولكن يمسك في زمامها نايف العنزي فيما المطاردة من جرادوليشنز في ثاني المراتب منتخبة تتمركز في المرتبة الثالثة ومتبهرة ونوتيشن في المرتبة الرابعة والخامسة وحذام في المرتبة السادسة مودرن آرتس في السابعة ومن خلفهم هنالك في آخر المراتب إدجارة نورا انقطعت آخر 200 متر ب 12 ثانية و84 جزءا من الثانية. بدأ الشوط يسرع الآن مشاهدينا متابعينا الكرام، السرعة تتزايد في هذه اللحظات. جرادوليشنز في أولى المراتب والمطاردة من ثقتي في ثاني المراتب ولا تزال نوتيشن تتمركز في المرتبة الثالثة. جرادوليشنز في المرتبة الأولى بفارق طول عن أقرب منافسية هنا الحضور قبل نوتيشن ومنتخبة التي تنتظر إياد تريسي أن يعطيها الإشارة في رابع المراتب متباهرة ليبدأ باستحثاثها كامل وسبينا وكذلك نايف العنزي يستحث ثقتي قليلا الآن. جرادوليشنز ونظرة إلى الوراء من قبل عبد الله الصاعدي لأقرب منافسية قرت نورا قادمة إلى المرتبة الخامسة ومودرن آرتست يستحث محمد سعيد من المسار الداخلي. هنا بدأ الشوط يزداد إثارة مشاهدينا متابعين الكرام. تو فورلونج الأخيرة مشاهدينا متابعين الكرام، صراع الأفراس وأمهات المستقبل. نوتيشن قادمة من المسار الخارجي وثقتي من المسار الداخلي، رمية برمية ونظرة بنظرة. هنالك القدوم كذلك من قبل إدجارة نورا ومتبهرة تبدأ نوتيشن، ثقتي تحافظ نوتيشن توسع الفارق وثقتي من المسار الداخلي. نوتيشن بفارق ربع طول عن أقرب منافسيها. تبدأ نوتيشن أقل الأسماء تصنيفا وأولها وصولا على خط النهاية على صهوتها ضرب التمياط الذي قدم شوط رائع في هذا الشوط. خرجت بأقل وزن في هذا الشوط ب 57